مختبرات الصحة العامة التابعة لوزارة الصحة تعتبر من أوائل الدول على مستوى الشرق الأوسط التي وفرت كواشف مخبرية حديثة لفحص جميع الحالات المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد. مختبرات الصحة العامة تقوم باستقبال جميع العينات من المحاجر الصحية التي حددتها وزارة الصحة لإجراء الفحص الذي يستغرق ساعات معدودة للتأكد من وجود الفيروس من عدمه، مع الأخذ بعين الاعتبار كافة الإجراءات، إجراءات الأمن والسلامة للعاملين في المختبر. يتم استقبال جميع العينات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا من المحاجر في هذا المكان في مختبرات الصحة العامة المجهز وفق أحدث البروتوكولات المعمول بها عالميا. يقوم العاملون بفحص جميع العينات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد من المحاجر الصحية التي حددتها وزارة الصحة لعمل الفحوصات اللازمة. دولة الكويت هي من أول الدول في الشرق الأوسط التي تتوفر فيها هذه الكواشف الخاصة لفحص هذا الفيروس. عند استقبال العينات نقوم بوضعها بالفحوصات الخاصة لها. هذه الفحوصات تأخذ ساعات إلى أن ينتهي الفحص، ثم يتم تبليغ الجهات المرسلة إلى هذه العينات وتبليغهم بالنتائج أول بأول لمتابعة هذه الحالات. يؤخذ الحمض النووي من العينة ومن ثم إخضاعها لكواشف مخبرية معتمدة من منظمة الصحة العالمية للتأكد من وجود الفيروس من عدمه، وإذا كانت النتيجة إيجابية يجرى مرة أخرى فحص تأكيدي للعينة. يقوم بأخذ مسحات من الأنف من كل واحد مريض أو مشتبه فيه، يدخل هذا تدخل هذه السواب أو هذه المسحة في الجهاز ويتم فحص الفيروس مدى وجوده من عدمه. نقوم بخطوات حق التست اللي هي the first step is extraction، اللي هي استخلاص الحمض النووي من العينة، من ثم نحطها في جهاز اللي عشان نسوي detection أو إن نشوف الجين الخاص بالفيروس. الدم لا يستخدم في فحوصات الفيروسات التنفسية. مسحات الأنف والأهم عينات تكون من الجهاز التنفسي. مختبرات الصحة العامة أرسلت عينات خاصة بفيروس كورونا المستجد إلى المختبرات المرجعية في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا التي حددتها المنظمة، وجاءت النتائج متطابقة مع نتائج المختبرات المرجعية الخارجية. لما أبو علاوي، تلفزيون دولة الكويت.